السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الطبيب. موضوع مهم الليلة ما حصل اتطرقنا له في حلقاتنا، واحنا الليلة هنتكلم عن الأسنان. كثير من الناس عندهم مشاكل مزمنة في اللثة وتعبانين جدا من التهابات اللثة المزمنة عبر السنوات، وناس كثيرة فقدت كثير من أسنانها. وجود الأسنان مهم، يعني غير في مضغ الطعام والأكل، في المنظر العام، في الشكل، فيعني فقد سن بتكون دي حاجة مؤلمة جدا جدا، بترتب عليها مضاعفات كثيرة بتحصل للإنسان في الحاجات الوظيفية ونفسيا وفي الشكل وفي حاجات كثيرة. زراعة الأسنان بقت سائدة الأيامات دي، بس بيمنع الكثير منها الخوف من الزراعة ذات نفسه، وقد يكون السعر برضو بتاع زراعة الأسنان. كثير من المشاكل بتحصل للأسنان، والليزر بقى يحيل كثير من المشاكل. دارين نعرف برضو استخدامات الليزر في مجال الأسنان. الأسنان، مشاكل اللثة والزراعة والليزر في الأسنان، ده هيكون محورنا الليلة. مرحب بكم، مرحب بكل اتصالاتكم لبرنامج الطبيب. وضيف الليلة دكتور مدثر محمد الحسن محمد نور، أخصائي أمراض اللثة وزراعة الأسنان وعلاج الأسنان بالليزر، أستاذ مساعد ورئيس قسم اللثة جامعة النيلين. ومرحب بك دكتور مدثر. اهلا وسهلا ومرحب بك وبكل الساده المشاهدين. كل الساده المشاهدين عندهم اسئله عديده اكيد، ومنها انه هم بيخافوا من طبيب الاسنان للالم وللسعر. الحاجتين مؤلمات. انا جايب على اسئلتهم. مرحب بكم ان شاء الله كلكم. مرحب بك دكتور مدثر، وانت بقيت معروف جدا في مجال اللثه وزراعه الاسنان، والليله نبدا باللثه. اللثه حقيقه دائما مشاكل اللثه المزمنه طويله، الزول بيكون حيران معاها ويعني ومحبط. فاحنا دايرين نتعرف الليله في البدايه على اللثه السليمه، ونتعرف على اللثه المريضه والفرق بيناتهم عشان ندخل في الاسباب والاعراض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه مرحب بكم ثاني. اللثه هي طبعا بتكون دائما هي مغطيه الاسنان، يعني الخشم ده فيه انسجه بنسميها أنسجة صلبة، اللي هي الأسنان اللي هي اللون الأبيض اللي بيصهر ده لما نبتسم، اللي هي بناكل بيها، وكل الناس بتعرف الأسنان. الأسنان بتكون محاطة باللثة، كويس. اللثة هي بيكون لونها بينك أو لونها وردي، بيكون دائما هي مغطية الأسنان، وبتكون دائما واحدة من وظائفها الحفاظ على الأنسجة الداخل اللثة أو المحيطة بالأسنان. الأنسجة المحيطة ببقية الأسنان اللي هي بتشمل العظم، بتشمل الأنسجة الضامة اللي هي بنسميها بيريدونتال ليجامنت، اللي هي بتكون دائما ماسكة السن مع العظم. عشان كده بتلقى الأسنان دائما ما بتكون ما فيها حركة، ما بتكون قاعدة متصلبة في حتتها. أيوة. وفي نفس الوقت ما بتكون متحركة شديد. الحاجة اللي بتكون ماسكة الأسنان في التوازن ده زي العربية لما تكون ماشية في ياي ماسكة اللاستيك مع العربية، هذا الياي هو بيسموه الأنسجة الضامة اللي هي بتكون محيطة بين الأسنان والعضو. اللسة بتكون هي دائما لونها، عندنا صور توضيحية ممكن نشوفها لو في صور. أيوة نشوف الصور للمزيد من التوضيح للمشاهد. طيب. ايوه. الصوره معانا يا دكتور، اتفضل. طيب، اللي هي دي الاسنان. ايوه. ودي اللثه. اللثه دي دائما بيكون مفترض تكون في وضع سليم، مفترض الواحد يحافظ عليها، لانه معروف انه اكثر الامراض اللي بتصيب الفم هي تسوس الاسنان وامراض اللثه، واللي هي هذه اللثه. نعم. طيب، بس دي سليمة وكويسة. دي سليمة الصورة دي. أيوة. لو دار أعرف خصائص اللثة السليمة. أي. اللي هي دائما لونها زي ما شايفين في الصورة هنا وردي كده، لا هو أحمر شديد ولا هو ماشي على الإزرق. أيوة. كويس، بيكون لونه بمبي فاتح شوية. أيوة. كويس، اللون البمبي ده جاي من الأوعية الدموية، واللون الفاتح ده جاي من طبقة الكيراتين اللي هي وظيفتها حماية. نعم. دائما بتلقاها زي ما شايفين هنا بتكون مقفولة قفلة كويسة، ما في أي انحسار، بتكون مقفولة مع نهاية السن هنا. أيوة. بتجي من فوق ماشية مع السن طوالي في بنسميها نايف إتش، اللي هي جاية زي القطعة، زي المقطوعة قطع مع السن. نعم. ما بتلقى في أي تضخم في الحتات دي،
لو نشفنا اللثه دي شويه هنا بنلقاها شكلها زي قشره البرتقانه اللي هي بتكون محببه، ما بتكون شايني، ما بتكون ملساء، بتكون دائما محببه. حبيبات صغيره حبيبات صغيره كده. اذا احنا كبرنا الصوره شويه تظهر عندنا هذه الحبيبات هنا. ايوه تمام. نعم. فدي دائما هي خصائص اللثه زي ما شايفين برضو هنا مع الالتغاء بتاع الاسنان. تمام. دي اسنان سليمه ولسه سليمه. اسنان سليمه ولسه سليمه زي ما شايفينها ما شاء الله نظيفه ما فيها اي ايوه ترسبات. صح فعلا. كويس. نعم. بتبدا بعد ذاك الاعراض المرض، مثلا دي لسه ما سليمه زي ما شايفين فعلا، متضخمه لونها احمر. فحدات نازلين على الاسنان في كدا. ايوه هنا الجزر بتاع الاسنان بعد يصهر. دي لسه ما سليمه. نعم. فنحن لازم نفرق بين اللثة السليمة والما سليمة. وعشان تكون اللثة سليمة عندنا لازم نحن نكون مهتمين بها، يعني لازم نكون مهتمين بها ولازم نكون بننظفها كويس. الاهتمام ده عشان قبل ما نجي في المشاكل بتاعتها، الاهتمام ده قصدك به شنو؟ يعني لسه احنا عارفين انه الاسنان بنسوق وفي حاجات محدده بتوروها لنا وكده، الاهتمام باللثه ده ما قاعدين تكلمونا عنه كثير. طيب عشان نهتم باللثه لازم نحارب حاجه او لازم نحارب الاسباب اللي بتؤدي لمشاكل اللثه. طيب الاسباب اللي بتؤدي لمشاكل اللثه دي هي دائما بتكون نتيجه لتراكم ما يسمى باللويحه الجرثوميه. اللويحة الجرثومية. أيوة. نعم. اللويحة الجرثومية دي هي عبارة عن طبقة رقيقة دائما بتتكون حول الأسنان وتبدأ بعد ذاك في إنها تزيد. نعم. يعني زي مثلا لو مشينا على الصور دي. أيوة. دي هنا. عبارة عن لويحة جرثومية أخذت فترة طويلة من الزمن. اصلا كانت كده، كانت لونها كانت كده نظيفه نظيفه ما في حاجه. ايوه. بعد ذاك ممكن نقول بعدم السواك بطريقه كويسه. أيوة. او الواحد اهملها. أيوة. بدات اللويحه تتكون لحد ما وصلت للمنظر ده. يمكن لو بعد شويه كده لو جينا وريناكم في فيديو. نعم. كيف انه اللويحه الجرثوميه دي بتبدا تتكون. اللويحه الجرثوميه دي بتكون في اللثه وفي الاسنان سوا يا دكتور الاثنين، ولا قصدك في اللثه بس؟ هي بتكون في الاسنان اكثر حاجه، بتكون في الانسجه الصلبه. ايوه. نادرا ما تكون في الانسجه الرخوه. لكن هي في النهايه الاسنان دي حوالينا في اللثه. أيوة. هي دائما بتبدا في الحته ما بين اللثه والاسنان. اللثه والاسنان بينها في البدايه بتكون في زي تجاويف كده، بتبدا اللويحه دي تتكون جوا التجاويف دي، وبعد ذاك تبدا تزيد وتزيد لحد ما تظهر لنا زي ما ظهرت قبل شويه في الصوره. أيوة. تبقى كثيره. المشكله كمان في اللويحه دي غير انها هي ذات محاطه بالبكتيريا، انها بعد فتره لو ما ازيلت بتتصلب. لما تبقى تتصلب بتدينا المواد الجيريه المعروفه عندنا كلنا، بعد ذاك المواد الجيريه دي ذاتها تجي فوق ليها ثاني لويحه جرثوميه، ثاني بعد ذاك تبقى تزيد وتزيد وتزيد، وبعد ذاك كل مره بتمشي بتؤدي لنا لمشاكل ثانيه زياده. طيب يا دكتور، انا والمشاهدين بس عشان انتم بتكونوا متعودين على حاجات ونحن لسه ما واقع علينا، اللويحه الجرثوميه دي هي انت قلت بتتكون ما بين الاسنان واللثه، وهي عباره عن حاجه جيريه فيها بكتيريا، يعني قصدك يا دكتور، ولا هي بكتيريا عديل، ولا هي طبقه بتاعت ترسبات كده، اشرح علينا كده. طيب هي المكون الاساسي منها هي بكتيريا، يعني ممكن نقول اكثر من 80% منها هي بكتيريا. كويس. والبكتيريا دي فيها جزء ضار وجزء نافع طبعا، لكن اغلبها ضار. فنحن هسه اذا بدنا نعالج المشكله بتاعت اللثه لازم نعالج اللويحه الجرثوميه. ففي الفيديو ده مثلا بيوريك. نعم. انه في النهايه اللويحه الجرثوميه دي بتعمل شنو، بتتكون كيف. ايوه. يعني هنا مثلا ده السين كان نظيف، بعد شويه جات اللويحه اتكونت حوالينه زي ما شايفين. نعم. بدات تتكون. نعم. هي طبعا دي لونج بروسيس، بياخد فتره زمنيه طويله لحد ما يحصل كده. ايوه. هنا دي عملنا لها حاجه اسمها ديسكلوزنج ايجنت، ماده ملونه. أيوة. ورتنا انه هنا السين ده كله عباره عن لويحات جرثوميه. ايوه دي الماده الملونه. أيوة. ورتك. ايوه ورتني الماده. نعم. الملونه ذاتها بتديني لونين، بتديني لون بمبي فاتح. ايوه. ولون الازرق زي ما شفنا قبل شويه، اللون البمبي الفاتح ده بوريك انها دي حاجه جديده. أيوة. اتكونت اللويحه دي في الحته دي، بعد ده بتبدا
يتاكل العظم وتبعا له تتاكل اللثه. دي المراحل اللي بتحصل من التدمير اللي بيحصل. اكلت اللثه بعد ذاك بيبدا شنو السن يتحرك ويتفقد زي ما شايفين هنا، بدينا نفقد جزء كبير جدا من الاسنان. فعلا فعلا فعلا. طيب اللويحه الجرثوميه دي، لانه نحن يا دكتور عاده احنا مشيتنا لدكتور الاسنان ده بتكون بس السوسه دي، السوسه دي جابت الالم. طبعا اصلا كان ما تالمنا ما امشي لدكتور الاسنان. ايوه حصل الالم الشديد المبرح، الناس دي مشت لدكتور الاسنان. يعني بتفتكر انه بس احنا مشينا لدكتور الاسنان دي بس للسوسه وعلاج التسوس وكسر السنون ونحشي بس، لكن ما مفتكرين انه والله في لويحه جرثوميه لو اذيناها من بدري ممكن نحافظ على اسناننا وكده. يعني الحاجه دي يعني المفروض ان احنا انتوا توضحوها لنا. يعني من زمان المفروض كثير نتكلم عن امراض لسه، يمكن احنا في الاعلام مقصرين مع ناس الاسنان شويه، وفي الاسنان لما نتكلم دائما بنتكلم في جانب بتاع التسوس وبننسى حاجات ثانيه ممكن تكون اساسيه تفقدنا اسناننا زي ما انت وضحتها هسه. طيب في ناس اللويحه الجرثوميه انت قلتها بتدمر الاسنان دي وبتدمر اللثه، بيكون عندها اسباب محدده ادت، وبيكون في ناس اكثر عرضه، ممكن تتكلم لنا عن الحته دي؟ طيب انا هتكلم عن الحته دي في نقطتين. أيوة. اللي هي ده سؤال ممكن انا اعتبره انه سؤال من جزئين. السؤال الاول اللي هو موضوع انه اللويحه الجرثوميه دي الناس ما عارفينها، وانه اللويحه الجرثوميه دي تؤدي لفقدان السن. في مشكله ثانيه اكبر من كده، انه هل تعلم انه فقدان السن ده ممكن يكون بدون اي الم؟ يعني اللويحة الجرثومية ومشاكل اللثة دائما بيكون ألمها ألم خفيف جدا جدا، وده السبب اللي بخلي الواحد ما يهتم انه يمشي لطبيب الأسنان انه ينظف هذه اللويحة، لأنه ما بتعلم. صح. يعني بدأت البكتيريا ترسبت الترسبات، أنا ما سمعت لي بيزول قبل كده تألم من ترسبات جيرية مثلا. صح. حتى الأسنان لما تتلخلخ وتبدأ تتحرك بيكون ما في ألم أو ألم بسيط جدا جدا، ما زي ألم السوسة. نعم. السوسه دي اول ما وصلت للعصب بتاع السن الزول خلاص بقى ما قادر ينوم بالليل، بيمشي الطبيب. الطبيب بيحاول انه يعالج السن. أيوة. وفي اغلب الاحيان بيلحقوا، يعني يعمل له علاج حشوه، يعمل له علاج جذور، مشى لبسه، في النهايه السن ده رجع طبيعي ومشى ثاني بقى بياكل بيه. لكن أيوة. مشاكل اللثه دائما لما تجينا مثلا بجيب بيجي بجيب عميق جدا، لما تجيني الاسنان متحركه في اغلب الاحيان بتكون خلاص وصلت حاله شبه ميؤوس منها. نعم. لو ما كانت ميؤوس منها فعلا. فاللويحه الجرثوميه ألمها دائما بيكون بسيط، ما زي ألم اللثه، ما زي ألم التسوس. ايوه. وطبعا البكتيريا هنا وهنا مختلفه تماما، يعني ما هي نفس البكتيريا. ودائما بنلقى الناس المعرضين لامراض اللثه اقل عرضه للتسوس. أيوة. المعرضين للتسوس امراض اللثه عندهم بتكون بسيطه. بسيطه. فهم شقين مختلفات، لكن في نفس الوقت كل واحد فيهم يعني يعتبر بأهمية كبيرة جدا جدا، لأنه في النهاية دي كلها بتؤدي لفقدان الأسنان. ده فيما يخص إنه يعني التوعية بها بسيطة. طيب يا دكتور، وأنت ذكرت حاجة مهمة جدا في الأعراض أنا أفتكرها، في إنه إحنا عادة لو الحاجة ما ألمتنا ما بنمشي، وده السبب بخلي الناس تتأخر في فقدان أسنانها، لأنه اللويحة الجرثومية دي ما زي السوسة ما تكون عندها الألم اللي بخلي زول يتحرك ويمشي للدكتور. في ناس أكثر عرضة في أسباب. أكيد. يعني عموما الأسنان اللي بتكون مرصوصة رصة سمحة أو الرصة الطبيعية زي ما شفناها قبلك في الصورة. أيوة. كويس. الأسنان اللي بتكون مرصوصة بهذه الرصة. كويس. دي احنا بنسميها ايديل اوكلوجن او الرصه المقفله. قفل كويس. مقفله كويس. ايوه. ديل بالنسبه له نظافه هذه الاسنان ونظافه اللثه دي سهله. كويس. بيجيك واحد يكون مثلا الاسنان دي ذاتها فيها حاجه بنسميها البلاك ريتنشن فاكتور، اللي هي العوامل اللي بتؤدي لتراكم هذه اللويحة. أيوة. مثلا الأسنان دي ما مرصوصة كويس، فيها مخلفة كويس، ما قاعدة كويس. الواحد لما نمسك الفرشة داير يسويك ما بيقدر يسويك كويس. كويس. دي كده الزول عرضة لأنه اللويحة دي أيوة تتكون سريع. تتكون. الزول أسنانه كمان بتكون مفرقة شديد، دائما بتلقى قفلة الفم ما بيقدر يقفل الفوق مع التحت. صح. كويس. ما قدر قفلهم كويس، بتكون دائما اللثه الفوق اللي هي بتكون الفوقانيه دي بتكون معرضه لشنو؟ للهواء. للهواء من برا، بيحصل فيها جفاف. الجفاف ده هو ذات نفسه واحده من اسباب التهاب هذه اللثه، وبالتالي كل ما التهبت اللثه كل ما اصبحت عرضه اكثر
لترسبات الترسبات تحت اللوائح الجرثوميه دي. نعم. الحاجه الثانيه برضو بعض انواع الحشوات بتكون دائما خشنه، هذه الحشوات برضو بتؤدي لترسبات. برضو في يمكن اكثر سبب هنا برضو من الاسباب الكثيره في السودان اللي هو التقويم، تقويم الاسنان. يعني تقويم الاسنان هو من الحاجات العلاجات المفيده، لكن لازم يهتموا بها اهتمام كويس. ايوه. وعموما كل انواع التركيبات بتحتاج لاهتمام. وعندنا برضو من العادات المهمه جدا جدا اللي هي وهنا في السودان ما موجوده، اللي هي عاده الزياره الدوريه او الكشف الدوري. انت يعني عندنا هنا مثلا واحد عمل اي حاجه، عمل مثلا تقويم، عمل حشوه، عمل كده، ما بيهتم بانه يجي يقابل الطبيب في فتره معينه، مثلا كل 6 شهور او كل 3 شهور حسب ما يوضح له في جدول. قد يكون هذا نتيجه لانه الطبيب ذاته ما وراه، او قد يكون نتيجه لانه هو وراه لكن عوامل البلد طبعا والزحمه الشديده والواحد يكون انسى، دي كلها حاجات بتخلي الواحد ما يمشي ما يقابل. فبالتالي بتكون الترسبات دي ماشيه متكونه، وزي ما قبل شويه عرضنا في الفيديو يكون البكتيريا ماشيه وشغاله شغله ونحن ناسينها وما جايبين خبر. ده كلام مهم جدا. اذا ثاني واحده برضه عفوا، دي كلها اسباب. ايوه. مزيد من الاسباب؟ مزيد من الاسباب طبعا. بعد ذلك بنيجي على الامراض طبعا. في ناس اكثر عرضه زي مثلا مريض السكر طبعا، وبعض الامراض الناس اللي بياخذوا بعض الادويه، ادويه الضغط، بعض ادويه السكر، نعم، بعض ادويه عفانا الله واياكم الصرع. أيوة. مثلا نجيب في حته الادويه دي ونسمح تليفوننا ده ونرجع ثاني دكتور مدسر. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرحبا بك. السلام عليكم. اهلا مرحبا بك. الو، اهلا، سامعينك وانت على الهواء مباشره. دكتور مدسر معك، اتفضلي بسؤالك. الو. ايوه، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام والرحمه. مرحبا بك ومرحبا بسؤالك. في مشكله في اسناني. نعم. يعني الحكايه دي ليها يمكن سنين. معليش بس لو الصوت بقى عالي شويه نسمع السؤال. ايوه. مشكله بس اسناني، يعني هي خارجيا ما ظهر فيها اي مشكله، تمام؟ نعم. لكن ما بقدر اتحمل اكل اي حاجه حلوه. حساس جدا الاسنان. تمام. ما أيوه. بقدر اتحمل اكل اي حاجه حلوه، يعني حتى ولو بلح انا ما بقدر اتحملها. مشيت لي كم دكتور بيقول لي سوسه داخليه. سوسه داخليه، تمام. وبديني نعم. يعني مثلا بديني معجون، بديني مضمضه كده، بس بستعملها ما شايفه في نتيجه يعني، تمام. ولسه المشكله قايمه يعني، لدرجه انه مرات حتى يعني الهواء بيحرقني فيها. اما اسناني يعني شكلها خارجي ما في اي حاجه. نعم. دكتور مدسر معك عندك سؤال ليها؟ المشكلة دي هل يعني هي فعلا سوسة داخلية؟ نعم، السوسة الداخلية ده تعرف عنها، والآلام حقة الأسنان وزيادة حساسية الأسنان. زيادة حساسية. طيب هل أنت عملتوا أي صور أشعة لقيتوا في سوسة داخلية، ولا كيف عرفتوها سوسة داخلية؟ احتمال تكون مشكلة في اللثة ولا؟ يبدو انه طيب. فقدنا الاتصال. لكن سؤال واضح. كلمنا عن السوسة الداخلية دي. طيب. صورة أشعة. نعم. مشيت لكم دكتور ياخذ يقول لي اثنين قالوا لي دي سوسه داخليه. مشيت لدكتور برضه يقول لي اعرف لي المشكله تحديدا في السن، فانا ما بحس بحاجه في سن معين يعني. بس الالم في كل الجنب يعني شديد، لما اكل حاجه حلوه بتالم، بس نعم اكل حاجات حلوه احساسك بالالم هو دايما تعرف عن السن الداخلي. يعني السوسه الداخليه وعلاجها. نعم. دكتور هيجاوب لك. لكن اكثر شيء بس يعني لما اكل حاجه حلوه، ما عملت صوره وبس ادوني مضمضه ودوني معجون وكده وما عملوا الاشي. نعم. هي بتسال عن العلاج الجذري للحكايه دي، ودارين نعرف السوسه الداخليه وتشخيصها وعلاجها. تفضل. طيب. دكتور مدسر، شكرا للاتصال، خليك معنا تسمع الاجابه. نعم. طيب السوسه الداخليه دي احنا التسوس طبعا بنقسمه لاربع اقسام او خمسه. القسم الاول دائما بيكون في السطح برا. نعم. احنا بنسميه كلاس 1 او القسم الاول. القسم الثاني دائما بيكون بين الاسنان، يعني بكون بين سنتين. أيوة. يعني في يا قدام يا ورا. أيوة. في السن ذاته بيكون دائما بجوا بفوق، ما بتشوف حاجه في اغلب الاوقات، وقد تشوف غير مرات بتشوف ومرات ما بتشوف. لكن هي بالنسبه لها في سؤاله
هي ما شايفة التسوس برا، وظهر واضح انه بيكون ظهر مثلا في صورة اشعة او كده ظهر هذا التسوس. الثالث والرابع دائما بيكون في الاسنان القدامية، والخامس ده دائما بيكون في الحتة تحت في الاسنان، بيكون ببرة تحت في السطح بتاعه، بنسميه السطح البكلي اللي هو ببرة هنا. كويس. الحل الجذري للاسنان للتسوس سواء كانت داخلية او خارجية انك انت تنظف الاسنان من هذا التسوس، وبعد ذلك تعمل له حشوة بطريقة معينة. اذا كان التسوس ده واصل العصب، اذا سوري كان ما واصل العصب، بتعمل له الحشوة العادية اللي احنا بنعملها سواء كانت خزفية او كانت حشوة الحشوة المعدنية. نعم. اذا كان وصل العصب بعد ذلك احنا بنقوم بننظف القنوات بتحت الجذور، وبنعمل له حشوة للجذور ذاته بمادة معينة، ومن ثم بعد ذلك بنعمل الحشوة الفوقانية الخزفية او المعدنية، وبنجي بعد ذلك بنعمل له التلبيس او التاج الفوق. ايوه كويس. ده الحل الجذري بالنسبه لمشاكل الحشوات سواء كانت داخليه او خارجيه، ما بيفرق، ففي النهايه كلها بتطلع وكلها بتتعالج ان شاء الله. نعم. شكرا للتوضيح يا دكتور. ونرجع للناس الاكثر عرضه، وتكلمنا عن الناس اللي عندهم سكري، او تكلمنا عن الناس اللي بتاخد ادويه. قلت الادويه زي حقت شنو يا دكتور؟ زي ادويه الضغط، بعض ادويه الضغط. نعم. ايوه، بعض ادويه الصرع وغيرها. نعم. ايوه. طيب زي السايكلوسبورين مثلا. السايكلوسبورين بيأثر، واحد من العلاجات اللي بتأثر. تبدا للناس الاكثر عرضه، نجي للتشخيص والوقايه والعلاج عشان ندخل على عالم الزراعه. طيب التشخيص، المشكله دي بتتم كيف حقت اللسه؟ التشخيص اللسه عندنا اول ما المريض يجينا ونسأله من كل الهيستوري بتاعه، كل التاريخ بتاعه، هل اخذ علاج قبل كده، هل هو برضه بالمناسبه من الناس الاكثر عرضه، دي بالك انا ما قلتها، السموكرز، الناس المدخنين والناس اللي بتعاطوا التمباك. ديل يمكن كمان غير غير اللي بتتلسب عندهم كثيره، كمان الالتهاب بتاع اللسه اللي بالك احنا شفناه، ده التضخم بتاع اللسه والاحمرار، ده كله ما بيكون ظاهر. يعني بيكون في التهاب، لكن طبعا نتيجه لل السخانه بتحت الدخان. ايوه كويس. بتكون الاعراض دي كلها ما ظاهره. يعني ما بكون عنده لا نزيف في اللثه، لا بكون عنده احمرار، لا بكون عنده تضخم، وبكون ماشي وحاسس انه لثته دي سليمه. ايوه، مش ما في الم بس، لا ما في اصلا اعراض. نعم. فجاه كده ممكن يفقد اسنانه، فجاه يلقى الاسنان دي كلها اتحركت، وفجاه يلقاها كلها ما في. ايوه. نعم. طيب يا دكتور، التشخيص، انت قلت التشخيص بيتم كيف؟ التشخيص في تشخيص سريري وفي تشخيص بالاشعه. التشخيص السريري اللي هو بيجينا احنا بنمسك الاسنان دي كلها، بنشوف اول حاجه اللوحه الجرثوميه دي، بنقيسها عندنا، لا برضه اندكس معين اللي هو بنقيسه، هل هي بسيطه هل هي كثيره، بنقيس الالتهاب، درجه التهاب اللثه ذاته، هل بس اعراض، هل فيها نزيف، هل النزيف ده بس في التشخيص بتاعنا ولا نزيف ماشي كابي طوالي. بنقيس حاجه اسمها الجيب اللثوي، بنقيس درجه الانحسار اللثه، بنقيس بنسميه فقدان الالتحام بين اللثه والاسنان، بنقيس كل الحاجات دي. بعد ذلك بنعمل له صور اشعه، عندنا نوعين من الصور، في الصور العاديه وفي الصور الثريدي او الثلاثيه الابعاد. كل الصور دي نحن بنستخدمها في التشخيص. على اساسها بنحدد العلاج، الدرجه بتاعت انحسار العظم وانحسار اللثه، وبعد ذلك بنقسمها لمراحل. المرحله الاولى هم الناس اللي عندهم فقط التهاب في اللثه ولا يوجد التهاب بالالسقه المحيطه بالاسنان. كويس. يعني مثلا ما عنده جيب، ما عنده اي فقدان عظم، ما عنده اي حاجه، دي مشاكلهم بسيطه بس بتشيل السبب بتاع الالتهاب، وان شاء الله بترجع طبيعية. نعم. المشكلة الثانية في الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في اللي بيكون عندهم مشاكل في الاسنان. نعم. اللي هم ديل اللي بيكون سوري عندهم مشاكل في الانسجة المحيطة. نعم. وديل بيحتاجوا مننا لجلسات معينة. يعني مثلا عنده جيب مثلا، او عنده انحسار في اللثة، اللي عنده جيب ده نحن بعد ده بنبدا ننظف الجيب ذاته. نعم. وننظف اللثه ونستناه لفتره معينه. طيب احنا نشوف التليفون ونرجع لحكايه الجيوب ونضافه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا مرحبا بك.
بكالعادة دكتور مقاتير. أهلا مرحبا بك، تفضل بسؤالك لدكتور مدسر. أنا عندي مشكلة في الأسنان، طبعا الأسنان بتكون صفر وبيقولوا دي مواية بتاعت البحر. في زي تبقى في سفار صح؟ في سفار نعم هاي. نعم، وقالوا لك من الموية. بيقول مو موية البحر هاي. تمام، احنا دايما نسأل عن تغيير لون الأسنان وهل أسباب الموية ولا لا؟ أنت حاولت تعالجه ولا ما حاولته؟ أنت حاولت ساكن وين؟ حاولت لكن ما نفع، العلاج ما نفع. دكتور مدسر قال لك أنت ساكن وين؟ أنا في كادوغلي. وين؟ في كادوغلي في حتة بقول لها ميري طبعا غزان بتاع موية. ايوه اكثر حاجه. نعم دكتور مدسر معك، اتفضل يا دكتور. طيب دي من المشاكل الكبيره اللي بتواجهنا في السودان عموما. نعم كويس. مشاكل الاسفرال الاسنان نتيجه لترسب طبقه الفلورايد. نعم كويس. طبعا الحل الجذري لها انه تتغير نوع المويه اللي انتم بتشربوها، دي الحل الجذري لهذه المشكله. كويس. لكن بعد ذاك هي طبقة الفلورايد طبعا اصلا هي مفترض تكون موجودة في الموية بنسبة معينة. وهي في موية النيل موجودة بهذه النسبة او بنسبة كويسة. نعم. لكن في بعض المناطق اللي بيشربوا من الابار بتكون النسبة بتاعت الفلورايد دي مرتفعة. الفلورايد هو واحد من المواد اللي احنا بنستخدمها لمكافحة التسوس، يعني هسه بتلقاها دائما موجودة في المعادين، بتلقاها نحن عندنا في العيادة بنديها للمريض كحاجة توبيكال بنخدها في الأسنان عشان بالذات الأطفال عشان ما يكون معرض للتسوس أو نخلي الأسنان دي مقاومة للتسوس. ففي بعض الأحيان لو زاد عن حده بيبقى هو ذات نفسه مشكلة. في البداية طبعا بيعمل الطبقة الصفراء اللي احنا شايفينها دي وبتكون طبقة صفراء لكن سموث ناعمة. ناعمة. بس بيكون في خط أصفر، يعني كل مشكلته الشكل. ده بيجي بنعمل له حاجة اسمها تبييض أسنان اللي هي بتكون بطريقة معينة فيها مراحل. في البداية ممكن احنا بس ننعم الحتة دي الطبقة دي تروح، أو قد نحتاج إنه نخد لها مادة معينة من الهيدروجين بيروكسايد أو غيره. لمثلا 30 دقيقة أو ساعة في بعض الأحيان، وقد تكون جلسات هذه الطبقة الصفراء تختفي ويكون يمشي يمارس حياته عادي تاني ما في مشكلة. نعم. في بعض الأحيان بتكون كبيرة جدا جدا بتحتاج إنه نخفيها بقشور الزركون أو بعض القشور الخزفية. نعم كويس. لكن المشكلة لو بقت حاجة كبيرة جدا جدا بتأدي لتدهور السن ويكون هو ذاته بدل ما كان قوي شديد يبقى ضعيف. أنا ده أي حاجة تزيد عن حد أي حاجة تنجلب. أيوة. طيب نرجع لموضوعنا الأساسي واللسه وعلاج اللسه لو كان في جيوب، يعني شكله علاج اللسه على حسب المراحل ذاته بيتم، قلت بتتم تنظيف الجيوب. نعم. أيوة بننظف أول حاجة الأسنان، بننظف هذه الجيوب بنعمل لها حاجة اسمها كحت أو كريتاج. بعد ذلك بنخلي المريض تحت المتابعة لمدة تقريبا شهر. بعد ذلك بيجي بنعيد تاني نقيس له تاني الجيوب دي. في الفترة بين بتحت الشهر دي احنا ما بنخليه نقول له لا خلاص انت امشي، لا بيجينا كل فترة بنشوف اللوحة الجرثومية دي هل هو قاعد ينظفها. طبعا احنا لازم نوريه بينظفوها كيف اول حاجة. نعم. وانا افتكر دي فرصة انه انا اوري الناس ورينا ننظفها كيف يعني اغلب الناس بيمسكوا الفرشة دي وتلقى الواحد حركه يمين شمال انتهى من الموضوع كده خلاص خدت الفرشه ومشى. ايوه دي انا لما احرك الاسنان الفرشه على الاسنان كده انا نظفتها بس حته معينه لكن خليت جزء كبير جدا ما نظفته. انا لازم الفرشه دي، هي طبعا في طريقه سليمه جدا جدا لكن صعبه اللي هي انه انا امسك الفرشه بالراحه، ولازم الفرشه تكون اول حاجه ما خشنه، الفرشه الخشنه دايما بتنحر الاسنان، بيجيب الفرشه الناعمة أو المتوسطة بالراحة بدخلها بين اللثة والأسنان وبنزل. أيوة. ده بالنسبة للفوق. جزء الفوق. بالنسبة للتحت بحرك طبعا لفوق. لفوق. كويس. ولازم كل الأسنان دي تتنظف برا وجوا، والسطح الطاحن طبعا ما بننساه. نعم. وبرضو بننظف اللسان. بننظف اللسان. بننظف اللسان. اللثة فوق ما بنمشي لها. الحته الفوق يعني دي الطريقه الثانيه انه بفرشه ناعمه جدا جدا انظف اللثه من فوق. أيوة. وانزل لتحت اللي هي. أيوة. منها انا بعمل مساج للثه ذاتها لكن لازم تكون بفرشه ناعمه جدا جدا. نعم. كويس. نعم.
لازم بعد ما انا انظف اتاكد انه الملمس بتاع الاسنان ده زي القزاز حاجه ملساء جدا جدا. غير كده انا بكون نظفت جزء وخليت جزء وده السبب اللي بخلي اللوحه دي تترسب كل مره وتعمل الطبقه الجيريه. الشباب بتفضلوا صباح ومساء ولا بعد كل وجبه ولا رايكم شنو في الحكايه الايدي شنو؟ لولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه عند لكن كل اهم شيء طبعا بتاع الصباح ده اي واحد بيعمله. أيوة. اهم حاجه بتاع بالليل اللي قبل النوم ده مهم جدا جدا. نعم. ده حتى لو نحن جينا للاهميات هو اهم واحد واهم من حق الصباح حتى اهم من حق الصباح كويس. حق بالليل اذا حق الصباح وبالليل ديل اساسيين في النزع كل زول وتاخده. أيوة. دي المرحله. نعم. الاولى المرحله الثانيه بعد نحن نجي على نعمل اعاده تقييم للحاجات دي كلها. نعم. نشوف اذا لقينا الجيب ده قفل خلاص الحمد لله نحن كده تمام التمام. لا ما قفل بعد ذاك بنجي على الحاجات الثانيه اللي هي الجراحه وبنجي على الطرق العلاج الجراحيه. نعم. ده فيما يختص بالعظم ممكن يا اما شلنا منه زياده يا اما زرعنا عظم. فيما يختص باللثه يا اما برضه شلنا منها شويه يا اما زرعنا لثه اضفنا للحته اللي كانت ممكن تزرع لثه دكتور؟ ممكن ممكن. نعم ممكن. طيب نشوف تليفون ونرجع لزراعه اللثه دي ثاني. السلام عليكم ورحمه الله. نعم. معاك صفام يا ولاد الشماليه. اهلا مرحبا بك. يديك العافيه. اتفضلي بسؤالك للدكتور مدسر. انا عندي مشكله في الاسنان من بدري بس عليك توجيهي برضه. الاسنان الفوق. ايوه المشكله شو؟ وعملت تقويم وفي فراغات في الاسنان. ايوه عملت تقويم. عملت تقويم قلت لي تقريبا 4 سنين. والاسنان رجعت تتفرغ الثاني والالم ما زال معاه. يعني تميتي مدتك حقت التقويم بتاعت الاسنان واي حاجه فكيتيه؟ اه فكيت التقويم وعملت الثابت المتحرك ده هسه حاليا معاي ولما نعم. البسه بيعمل لي الم في الاسنان في اللثه. اه تمام. مشكله تقويم الاسنان دي يا دكتور مندسر يعني والاسنان تتفرغت رجعت تتفرغ الثاني للاسف يعني. نعم جدا خليك معانا دكتور. انا داير علاج للمشكله دي. داير علاج للمشكله دي. التقويم ما ساعدها في حكايه الهنايه والتقويم بالنسبه لها مؤلم واخذت فيه مده من ثابت من الحرك ولسه الالام موجوده ورجعت الاسنان ثاني. رايك شنو؟ انا والله رايي انها هي ترجع لاخصائي التقويم اللي هي متابعه معه لان التقويم ده هو تخصص قائم بذاته. ايوه نعم هو خارج مجالي انا تماما. نعم. لازم هي ترجع لاخصائي التقويم عشان يشوف او يقيم المساله المشكله الحاصله شنو. ايوه مشكلتنا دائما في التقويم انا بقولها من باب المعلومات العامه ومن باب الحاجه اللي انا شايفها انه دائما بنبدا التقويم وما بنتابعه كويس بيكون دائما من المشاكل اللي بتحصل فيه انه بعض اجزاء الجهاز اللي بيكون مركب بتتكسر مرات في بعض الاحيان فلازم تكون في متابعه بين المريض واخصائي التقويم. انا رايي ترجع للاخصائي مرة أخرى تشوف المشكلة وين تحاول تعالجها إن شاء الله. لكن في الأغلب دائما لو كان كويس نتائجه بتكون كويسة صح يا دكتور؟ أيوه إن شاء الله. أيوه نعم. طيب نحن في مجال اللثة وأخذ مننا زمن كثير وإحنا دايرين نتكلم على الزراعة يا دكتور بصراحة زراعة الأسنان وعالم زراعة الأسنان. فقد الأسنان حاجة مؤلمة وبأثر على شكل كثير الواحد نفسه انه اسنانه دي تكون بالصوره الاولى اللي انت وريتها علينا اسنان لونها حلو مصطفى كويس واللثه كويسه فقد اي سن ده فقد يعني كانه زول فقد. أيوة. واحد من اولاده حاجه حاجه صعبه شديد لانه تعويضها ما سهل بصراحه التعويض يعني. والله ما سهل. أيوة. هو ما صعب. نعم. لكن طبعا في النهايه ما في حاجه بتكون زي الحاجه اللي ادانا لها ربنا. اكيد اكيد كويس. نعم. في النهايه انا اذا دي واحدة من المشاكل القديمة ده طبعا سواء كان في السودان او في العالم كله انه زمان كان اي سن يوجع طوالي بيتقلع. هسه طبعا المشكلة دي بقت ما في يعني الحمد لله بقى السن بتحاول انت تعالجه بقدر الامكان الا انت تفقد الامل فيه تماما حتى بعدك تقلع السن. نعم. كويس. حتى اذا كان الجزء فوق فيه تماما بقى ما في انت ممكن تعمل له بعض الدعامات وتعالجه. تعالجه. طيب. نعم. طيب في حالة انه فقدنا السن واحنا قاعدين بسن مفقود ممكن يأثر التأثير اكيد عشان. اكيد ما انا عندي رصة كاملة الرصة دي لو فيها اي واحد من الاسنان دي راح حيبدا الاسنان او حيبدا الجسم يحاول يعوض الحتة دي بطريقته. طريقة تعويض الجسم للحتة دي ما بتكون طريقة كويسة. ليه؟ يعني هسي مثلا انا عندي سنتين هنا 1 2 3 في النص ده راح
المسافة دي الجسم بحاول يكفيلها بطريقة ما. اللي ما بيعمل شنو؟ السنة تحت بتحاول انها تجي عالية، والسنة الفوق بتحاول انها تنزل لتحت. نعم. عندك صورة للتوضيح؟ ويبدو انه يعني فقدان حاجة واحدة سن واحدة بيأثر على كل الأسنان زي ما انت قلت، على رصتها وعلى على وظيفتها بيأثر شديد. نعم. طيب السن الفوق بتحاول انها تنزل لتحت، السن اليمين بتحاول تمشي شمال، الشمال بتحاول تمشي يمين، بالتالي لما يبدا يحصل الامبالانس او عدم التوازن في الاسنان ده بتكون الفراغات زادت. ليه؟ لانه هنا ده مشى اتلفت، يعني ما بيمشي كله، لا بتلفت كده بس. كويس. الحاجات دي بتخلي الاسنان الثلاثه دي بدل ما كان انا فقدت واحد حيبقى في واحد زي الثلاثه معرضات للتسوس. كويس. نعم. المشكله الثانيه كمان انا هنا لما افقد سن حيكون اللود على الاسنان الثلاثه ديل اكبر. ما زمان انا هنا كان عندي 5 اضراس، 2 صغار وثلاثه كبار، بيجوا 4. اللود على الاربعه ديل هو نفس اللود الزمان كان على الخمسه، يبقى بقى اكبر. بقى اكبر معناه الاسنان دي بقت معرضه لانها كمان تتكسر. نعم. كويس. عندنا مشكله ثانيه اللي هي في التي ام دي او المفصل بتاع الفك. المفصل بتاع الفك ما بيتحمل فقدان الاسنان طوالي، يبدا يحصل له يبدا يحصل فيه الام وبعض المشاكل. الحاجه دي طبعا بتاخذ زمن، ما طوالي هي بتحصل، لا بمرور الزمن. يعني الواحد تلقاه فقد السن بعد فتره كده يبدا يحصل له الام في المفاصل دي. نعم. طيب يبقى في الحاله دي نحن لازم نعوض هذه الاسنان. ايوه، تعويض مهم جدا. كيف بيتم التعويض؟ ودايما نعرف الفرق بين الزراعه والتركيب، لان التركيب في فتره كان سائد وفي انواع من التراكيب مختلفه وظهرت عالم الزراعه علينا، ومن الحلول افتكر برضو الكويسه جدا. فدايما نعرف بيتم التركيب والزراعه والفرق شنو ما بين التركيب والزراعه. طيب هنا في فيديو برضو لو السيد المخرج سمح لنا نعرضه. طيب اذا انا عندي سنتين. نعم. كويس. بجي بعوضهم. ايوه. في واحد من انواع التعويض انه يكون عن طريق، عفوا، دي هنا تعويض بزراعه الاسنان. عفوا دقيقه بس. ايوه. الفيديو هيوضح لنا الزراعه. هيوضح لنا الزراعه. ايوه. طيب عفوا ده اللي قبل كنت دار اعرضه. ايوه. الزراعة بقت متوفرة هسه. الزراعة متوفرة والثقافة تحت الزراعة زادت والحمد لله. الأنواع التركيب إذا أنا فقدت السن ده بالطريقة دي. هنا أنا فقدت السن. أيوة. الأمامي. أيوة. يبقى عندي واحد من طريقتين، يا إما أعوضه عن طريق الزراعة. نعم. كده اللي هي عبارة عن مادة بخدتها زي ما شايفين تجي عليها السن، عبارة عن جذر صناعي يجي عليه سن. نعم. او اعوضه عن طريق الكوبري اللي هو انا بقوم ببرد السن اليمين وببرد السن الشمال وبشيل عليهم جسر، شيل عليهم واحد ثالث اللي هو ده بسموه جسر. هسألك سؤال يا دكتور في الحته دي، بكون سؤال بتاع ناس كثيره بيفتكروا يا اخي انتوا احنا بنجيكم بواحد بس دايرين نركبه، فانتوا بتقوموا تنحتوا ده وتنحتوا ده وتعرضوهم لخطر اكثر عشان تزعف واحد، رايك شنو في الحكايه دي؟ طيب الحمد لله دي المشكله واحده من المشاكل الكبيره جدا جدا اللي عالجتها زراعه الاسنان. هسي واحده من محاسن زراعه الاسنان انه انا ما ببرد اي سن، ما بهبش اي سن سليم، وانما انا بشتغل على العظم مباشره وبعرض بعوض السن المفقود. نعم، يعني كل التركيبات دايره البرد ده صح؟ تقريبا يعني كل التركيبات دايره الطريقه دي. الكوبري محتاج للبرد، لكن أيوة. التركيبة العادي ما محتاج. خليني أوريك الفرق بيناتهم. إذا أنا هسي زي ما شفت قبل شوية أنا عوضت واحد عن طريق الزراعة وواحد عوضته عن طريق ال أي كده شحنين عشان نفهمك. طيب زي ما شفت قبل شوية في الفيديو هنا ده على الجنب اليمين ده نحن خدتين الجزر الصناعي وخدتين التاج فوق كده، ده نحن شنو زي ما شايفة ما بردنا أي واحد. أيوة. الثاني بالجهة الشمال ده احنا بردنا اليمين والشمال عشان تخلي عوضنا كوبري. ايوه. بيسموه كوبري. الثالث زي ما شايفه قاعد على الاثنين ديل. اول حاجه هنا زي ما شايفه في الصوره الشكلين بيتشابهوا.
نعم كويس، لكن في النهاية ده هنا اللود بتاع ثلاثة أسنان جاي على اثنين. أيوة كويس، ده حاجة. الحاجة الثانية العضو قال في الحتة دي ما فيه جزر، دائما الجزر واحد من ال مميزاته انه بيحافظ على العظم ده. ايوه، فانا لما يبقى الجزر ده ما في، يبقى العظم اللي هنا ده انا ما حافظت عليه، فبالتالي بيبدا العظم في الحته دي هنا يحصل له شنو؟ يرجع. كويس؟ الجسم ما محتاج له، بقى يرجع، بقى يرجع، بقى يحصل هنا شنو؟ تسوس، سواء بين هنا او بين هنا. كويس؟ نعم. تسوس وصل العصب. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك بالك اللود كان عالي. نعم. اللود العالي بيؤدي لشنو؟ كسر السن. أيوة. بالشكل ده، هذا الكسر مع التسوس بغادي قد يؤدي الى بعض انواع الخراجات. كويس، في النهايه انا حضطر اعمل شنو؟ حاجه على التركيب، يا الله، حاشيل السن المصاب، حاعمل شنو؟ حبره الثاني. كده كسرت كميه من الاسنان باليمين، حبر كتير. ايوه، هل التركيب في المره الثانيه كان زي الاول بنفس الجمال؟ لا لا، ما كان الشكل بتاعه ذاته اختلف. نعم. بعد فترة نفس المشاكل اللي بتبدأ تحصل لي في التانين، أبدأ تاني أطلع واحد جديد كمان وأبدأ أبرد المرة دي اثنين، ما واحد أخذ. نعم. تاني، شوف شكل الأسنان بقى كيف. أيوة، في حين إنه نفس الفترة طبعا دي بتاخد، هي الواحد يقول لك طيب أنا ما ركبتها وما حصلت الحاجة دي، لا دي ما بتاخد سنة أو سنتين، دي تاخد سنين، تاخد زمن. احنا دائما بنقول العمر الافتراضي للكوبري أباوت 10 سنوات. 10 سنة بقاعد الزول، ممكن يقعدك، لكن خلال العشر سنة دي بتحصل المشاكل دي، بتحصل المشاكل. ما زي الزرعة، ما زي الزرعة اللي هي العمر الافتراضي بتاعها كبير. طيب الزرعة دي فيها أنواع يا دكتور؟ الزراعة فيها أنواع طبعا، فيها أنواع وفيها شركات وفيها كده. أنواع الزراعة طبعا المتعارف عليها علميا، طبعا هي الزرعة ذاتها هي شنو؟ قبل ما أنا أقول أنواع، الزرعة ذاتها هي عبارة عن جزر صناعي مصنوع من مادة التيتانيوم. كويس، التيتانيوم دي اللي هي سبيكة، سبيكة التيتانيوم اللي هي سبيكة بتكون دائما التآكل فيها ما سهل، في نفس الوقت قوية خفيفة الوزن، الجسم ما بيرفضها، الجسم مش بيرفضها، مش ما بيرفضها بس، بالعكس بيبني عليها. احنا الخاصية بتاعت انه الجسم ممكن يبني عليها دي هي اللي احنا مستفيدين منها، انه احنا بنخطها في العظم وبعد ذاك العظم يبدا يبني عليها تبقى قويه، بعد ذاك احنا نخط التلبيس الفوق لها زي ما شفنا قبلك في الفيديو. نعم. كويس؟ والخاصيه الثانيه برضو انه سعرها مناسب مقارنه بالسبائك الثانيه اللي ممكن تؤدي لي نفس الوظيفه. ايوه، فبالتالي هي اختيرت كماده ايوه ممكن احنا نخطها عشان نعوض عليها الزراعه. نعم، الاسنان يعني اذا الانواع دي بتختلف ذاتها على حسب النوع، الماده المزروعه والمعدن المستخدم وكده. طيب في انواع ثانيه. أيوة. برضو في واحده ممكن تكون مصنوعه من السيراميك، في واحده ممكن تكون مصنوعه من الكربون، في واحده ممكن تكون مصنوعه من الذهب، في واحده برضو ممكن تكون كلها بتجي واحده واحده. في واحدة اللي وريتكم لها في الصورة قبل شوية، خدت الجزر أول بعد ذلك خدت الجزء الثاني اللي بتكون معمولة وحدتين. وحدتين. أيوة. أس الوحدة الواحدة دي شكلها جدة واحدة ولا شنو؟ الوحدة الواحدة هي القديمة. القديمة. أحسن تكون على أجزاء يعني. أحسن تكون على أجزاء عشان الشكل التجميلي بتاع يعني. أيوة. الوحدة دي بتخطها وطوالي بتجي تخط فوق لها التلبيس. الثانية دي لا فيها خطوات. يعني في الخطوة الأولى دي اللي هي أنا جيت خطيت الزرعة جوا زي ما أنت شفتوا قبل، بعد ذاك بستنى عليها فترة بين 3 إلى 6 شهور في الفك الفوق، وفترة بين 2 إلى 4 شهور في الفك التحت. لا يعني أنا بزرع الحاجة جوا دي أول وبنتظر المدة دي كلها حتى نجي أزرع؟ أيوة، المدة دي اللي هي 4 شهور ممكن اللي هي بين أيوة بين 2 إلى 6 شهور. من 2 إلى 6 شهور. 6 شهور. أنا بس أعمل الجوا ما ظاهرة دي وينتظر. بنتظر. أيوة بنتظر. ليه؟ أيوة بنتظر عشان العظم ابن حول المادة اللي أنا خطيتها دي. نعم. التيتانيوم ده هو. نعم. معالج بطريقة معينة إنه العظم ابن حوالينه. أيوة. بستنى الفترة دي كلها عشان عظم ابني، لو ما بنى وانا جيت خطيت الجزء الفوق. في سؤال مباشر من المخرج بيه، كم كل الناس بتسال عن الزرع دي ليه غاليه يعني؟ يعني التيتانيوم ده ماده غاليه؟ احنا بنتكلم عن معدن غالي ولا يمكن عشان الجسم ما بيرفضه ولا السعر؟ انا قبل لما شرحت قلت لك ان التيتانيوم ده يعني لو مشيت عينت له مقارنه بالانواع الثانيه اللي قلتها لك دي هو يعتبر ارخص نوع. ارخص نوع. ارخص نوع. لا انا قصدي ذات ارخص نوع ده ما بالنسبه لنا احنا غاليه يا دكتور.
الغلاء ده جاي من من المادة، احنا بس يعني المادة ذاتها بتبقى غالية أكيد يعني. أكيد طيب أيوة تمام. بيجي من المادة. طيب من المادة وبيجي طبعا برضو من انه طول المدة بتاعت العلاج ذاته. أيوة أيوة. خلال أربع شهور دي بيتم شنو؟ يعني هو المفروض يجيك خلال أربع شهور بيجيني مرة في الشهر عشان أشوف أقيس الاستابيليتي تحت الزرعة. إنها قاعدة مستقرة ولا لا؟ مستقرة ولا فيها حركة؟ طيب كويس. زي ما قلت لك بالك أنا لو عوضت طوالي وفي بعض الأحيان أنا بعوض طوالي يعني. طوالي بعد ما اعمل الزرعه طوالي في نفس اليوم او في يومين انا بكون خلاص خلصت للمريض وسلمته زرعات وقلت له خلاص. الفرق شنو؟ الفرق في نوع العظم. يعني انا لما جيت هنا نزلت الزرعه يعني احنا بنسميها درجه الاستابيليتي او درجه الثبات بتاع العظم وبنقيسها بوحده النيوتن. اذا كانت اقل من 50 نيوتن انا بقول للمريض امشي استنى وتعال لي بعد 3 شهور. ايوه اذا كان ايوه او شهرين لاربع شهور في الفك التحت. إذا كانت أعلى من أعلى من 50 نيوتن أنا ممكن طوالي أخذ المقاس أخذ الجزء الثاني وألبسه التلبيسة، لكن بالشرط إنها تكون بر العض يعني شنو لما أقفل ما تكون ما يكون في أي هبشة بينه وبين السن التحت مع محاذير شديدة إنك أنت نهائي ما تأكل بها ما تهبشها لحد ما تتم الكم الثلاثة شهور. أيوة. الفترة دي بس بيكون هو ماشي بيها كشكل بس كشكل يعني اذا كانت مثلا سنه قداميه ما اكيد ما بكون داير امشي ساي. ايوه كيف تركبي بس يعدي بها الفتره دي وبعد كده يراجع للاساسيه يراجع للاساسيه. ايوه دي طيب. حكايه مهمه جدا بعد ذلك بيجي يراجع وانتم بتتموا له باقي الشكل. ايوه الخطوه الثانيه بعد ما جاء بنقوم بنخد حاجه اسمها الجنجيفال فورمال او الشكل بتاع او الحاجه بتشكل الشكل بتاع اللثه اللي هي ماده بتكون مخروطيه كده بتديك الشكل بتاع اللثه انه جاي الشكل الهرمي ده. نجي في الشكل الهرمي ده ونشوف الاتصال ونرجع ثاني. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرحبا. انا عبد الكريم معاك. الصوت واطي يا ريت لو صوت عالي عشان عايز اتكلم عن حاله اللي بتيجي اسمها دانيا. اتفضل بسؤالك لدكتور مندسر. الو ايوه سامعينك اتفضل بسؤالك لدكتور مندسر مرحبا بك. ايوه دكتور عندي بنتي عمرها 5 سنين. 5 سنين ايوه. السنة الامامية بتاكل لما خلصت. نعم. وعندها خايف مشكلة تحصل في السنة الباقية يعني. شلون تتاكل؟ نعم. اثنين عمليات لما نخلص انتهى يعني زي تاكل لما انتهى. تذاكر خايف الباقيات يعني حصل لها مشكله نعمل شنو؟ تمام دكتور مدسر هيجاوب. الاسنان القداميه بس مشكله؟ ايوه اذا اكلت وانت ايوه. الاسنان القداميه دي في عمر 5 سنة في الغالب بتكون اسنان لبنيه. ما بتكون الاسنان الدائمه، الاسنان الدائمه بعد خلاص هي فتره ظهورها بدت تظهر. فهي زي الطفله دي مفترض انها تعرض لاخصائي اطفال او اخصائي اسنان الاطفال بيتعمل لها صور اشعه بيشوفوا الاسنان الدائمه قريبه لياتو درجه، في الغالب بتكون خلاص قريبه يعني اباوت انها تظهر. الاسنان الصغيره دي إذا كانت ما عاملة أي خراجات ما عاملة أي مشاكل بتترك لوضعها ده كده لحد ما الأسنان الثانية ليك تقوم في محلها وخلاص ما في حرج. إذا كانت بدأت تعمل أي مشاكل الأسنان المسوسة دي بتزال بعد ده عشان ما تأثر لنا على الأسنان الدائمة القائمة. أيوة. وهي خلاص في عمر 5 سنة دي بعد ده الأسنان الدائمة بتكون في قريبة يعني أيوة. قريبة هي عمر 6 سنة في الغالب بتقوم فهي قريبة يعني خلاص. نعم. فما عنده مشكلة. المشكلة وين؟ في العمر ده احنا دايما بنركز طبعا الأضراس الورا بنركز عليها عشان دي لسه مواعيدها ما جات. والأنياب برضو لسه مواعيدها ما جات عمر 10 سنة ل 11 سنة. بيكون عندنا برضو الأسنان الدائمة بدأت تقوم يعني الضرس الدائم الأول في عمر 5 سنة دي بيكون خلاص قريب جدا أو بادي في انه يقوم. فنحن في الحته دي بنكون دارين نعاين ليه كويس دارين نشوف وضعه ماشي على وين عشان نحن في الحته دي مفروض انه نحافظ عليه وما يسويش لانه ده لو سوس ما عنده بديل. نعم. طيب وصلنا لحته مهمه جدا في خطوات الزراعه وانت تكلمت عن انه
بيتم الخطوات واضحة، بيتم الزرع على حسب المكان، وبعد ذاك بتعملوا له فولو اب كل شهر بتجيبوه بتجيبوه، بعد ذاك بتعملوا له السنة النهائية. السؤال برضو، السنة النهائية دي بتكون مصنوعة من شنو؟ ما من نفس المادة، من مادة مختلفة. السنة النهائية دي بتكون دائما مصنوعة من البورسلين. أيوة. كويس. بواحد من أنواعه، في البورسلين اللي بيكون معه المعدن، وهو في النهاية لونه برضو أبيض وشكله جميل. جميل. بس الفريم بتاعه التحت بيكون معدني، أو الفريم قد يكون زيركون، أو قد يكون مادة اسمها إيماكس. بتختلف بعد ذاك على حسب درجة الترانسبيرنس أو درجة الشفافية بتاعت السن، وبنختار له نفس اللون بتاع السن اللي جنبه. نعم. ممكن احنا هنا في صور ليه عشان الناس تعرف فيها شكل الزراعة بيكون شكله كيف يعني. أيوة. وانت بتورينا في الشكل دايرين نشوف ميزات الزراعة وعيوبها قبل ما ينتهي لنا الوقت عشان الصورة تكون واضحة للمشاهد. طيب، ميزة الزراعة الأساسية طبعا انه انا ما ببرد اي سن. نعم. يعني مثلا هنا بتحافظ على كل الأسنان التانية. أيوة. جنبها انت بتكون محافظ عليها. أيوة. عيوبة طبعا الفترة الزمنية الطويلة. أيوة. والعيب الاساسي طبعا اللي بيواجهني احنا كسودانيين التكلفه الماديه بتاعته قد يكون. أيوة. شويه غالي. نعم. العيب الثالث قد يحتاج الى جراحه، قد يحتاج في بعض الاحيان الى جراحه اذا كان العظم بتاعنا بسيط. احنا حنحتاج نزرع معاه عظم، اذا كان اللثه بتاعتنا زي ما قبل قلنا بنحتاج نزرع معاه لثه وهكذا. نعم. كويس. اسئله سريعه من المشاهد في اقل من 5 دقائق. هل في محاذير محدده انت بتقولها للعيان بعد ما يزرع؟ يعني مثلا ياكل اي حاجه ما في مشكله، لحم عظم ما في مشكله، ولا في حاجات ما مفروض عشان يحافظ على السن؟ يعني هي المحاذير للزراعه هي نفس المحاذير للاسنان العاديه اللي احنا بنقولها. نعم. يعني بعد ما خلاص تبقى السن عاديه عندك لازم نفس زي الزمان ما تاخذ بها حاجات صلبه شديد، يعني الناس اللي بيفتحوا قزاز البيبسي مثلا او اللي بياكلوا بعض الاكل الصعب شديد الصلب جدا ما بينفع طبعا. أيوة. يؤدي في النهايه لكسر. لكن عموما انا واحد من الناس بفضل دائما انه الجزء الفوقاني، ودي واحده من الميز بتاعت الزرعات اللي بتكون مكونه من جزئين فوق. أيوة. وتحت، بفضل انه الجزء الفوق ما يكون مربوط شديد عشان لو حتى احنا اخذنا اي حاجه صلبه يحصل بس لوزنينج او ارتخاء في الربطه بتاعت الزرعه. في النهايه بيجي راجع بس بنربطها له وخلاص، يعني ما بكون في اي مشكله، ما بنكون اثرنا على الجزء الجواني. هل في ناس بتفشل لما الزرعه بعد الحكايه دي؟ طبعا اي حاجه الفشل فيها وارد، لكن نسبه الفشل في الزراعه نسبه بسيطه جدا جدا. يعني احنا بنقول نسبه النجاح بتاع الزراعه كان بيقولوا 93%، هسه هي 97%. ماشي في زياده. ماشي في زياده، كويس؟ نعم. نسبه الفشل بسيطه جدا جدا. حتى اذا فشلت كل اللي بتعمل انه بتتشال، بتخبط عظم في الحبطه وبترجع زرعه ثاني من الاول. طيب سريعا، اي زول ممكن يزرع اسنان؟ اي زول ممكن يزرع اسنان بغض النظر عن عمره؟ هي طبعا اتعملت للعمر الكبير. للعمر يعني الكبير. اصلا لما يعني اتعملت الزراعه كان المفترض انه في المعتقد انه الناس الصغار دي ما مفترض يفقدوا يعني اسنان. يعني بعد 70 بعد 80 عادي ممكن يزرع. ممكن ازرع اكثر من واحده في نفس الجلسه، تزرع هنا وهنا وتجيب وتعمل. طيب زي ما شايفين الصور هنا لما في مشكله. ممكن انا ازرع فك كامل يعني. يا ريت لو كان عندنا زمن اكثر ولادي في المدسر، حلقه ممتعه وفيديوهات توضيحيه ممتعه جدا وعلى مزرعه عالم جميل. ما في اي مشاكل غير بس القروش ان شاء الله اللي قدامي. طبعا اكيد اي حاجه عندها مشاكل لازم الواحد يحافظ على زول عنده سكري مثلا لازم يكون محافظ على السكر بتاعه. تمام. دكتور مدسر محمد الحسن محمد نور، اخصائي امراض اللثه وزراعه الاسنان وعلاج الاسنان بالليزر، استاذ مساعد ورئيس قسم اللثه جامعه النيلين، واللي قدام ان شاء الله نعمل معك حلقه كامله عن الليزر واستخدامات الليزر في عالم الاسنان، حلقه ممتعه استفدنا منك كثير في عالم اللثه وزراعه الاسنان. شكرا ليك، وان شاء الله نحافظ على لثتنا واسناننا زي ما ورانا دكتور مدسر. مشاكل اللثه غير مؤلمه، عشان كده لازم كلنا ندي زياره لطبيب الاسنان يشوف اللثه وهل في لويحات جرثوميه ولا لا. شكرا لمتابعتكم، ان شاء الله نتلاقى الاسبوع الجاي. شكرا لفريق العمل المجتهد دون. دمتم في امان الله.